خلينا نبتدي كالمعتاد بأبرز الأحداث اللي حصلت بالأمس، وأبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في العالمين الجديدة للسيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، وإشادة سيادة الرئيس بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان والتطور الملموس اللي بيشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات. أيضا المستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. بالأمس أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة، وأيضا تابع مستجدات موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة ومنظومة البرامج والتطبيقات الإلكترونية. خلينا نتابع. أخبار وأحداث مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعالمين الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، وأشاد الرئيس بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان والتطور الملموس اللي بيشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر مدينة العالمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة به. تناول الاجتماع عدد من العروض الخاصة بالمتحف المصري الكبير فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للأعمال اللي بتتم حالياً بالمتحف والمنطقة المحيطة به وأعمال الطرق والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق اللي بيمتد مساره من غرب الطريق الدائري مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مستجدات موقف انتقال الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة ومنظومة البرامج والتطبيقات الإلكترونية. خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن عدد الوزارات والجهات التابعة والمستقلة اللي انتقلت بالفعل حتى تاريخه وصل ل 107 وزارة وجهة، وده بجانب 7 جهات أخرى جاري الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها خلال الفترة القريبة القادمة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال الموظفين المنتقلين للعمل بها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يهدف لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة، وقال إنه في الكثير من الطلبات بشأن استكمال مشروعات التنمية بتلك المنطقة المتميزة. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لمد التسجيل لطلاب شهادة الثانوية العامة في اختبارات القدرات لفترة جديدة، وإنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأكدت على أن الموعد النهائي لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022-2023 لتسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات هو 3 أغسطس 2023 دون وجود أي نية لمد التسجيل لفترة جديدة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم روح الولاء والانتماء لدى أبناء المجتمع المصري وتعميق أواصر ارتباطهم بالقوات المسلحة، نظمت قيادة الجيش الثالث الميداني زيارات لأبناء وسط وجنوب سيناء لعدد من المزارات التاريخية والمنشآت التعليمية والمشروعات التنموية بهدف زيادة وعيهم المعرفي ما تمتلك مصر من تاريخ وريادة في مختلف المجالات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الكلية العسكرية التكنولوجية احتفلت بتخريج الدفعة رقم 2 فنيين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وده بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية العسكرية التكنولوجية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل. تضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية بدءاً من استقبال الدارسين مروراً بالتدريب التخصصي وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، وتلا ذلك إعلان نتيجة الدورة. أما بقى بالنسبة لأخبار المحافظات، في دمياط تم بدء تشغيل الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده في 8 قرى. في المنيا انطلقت فعاليات دوري مراكز الشباب في نسخته العشرة، وكمان تم تنظيم حفلات فنية على شواطئ العريش ضمن برنامج ليالي صيف بلدنا اللي بتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة. أما في مطروح تم انطلاق مبادرة اتعلم اتحصن، ودي لمواجهة ظاهرة التسرب التعليمي.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في دمياط تم بدء تشغيل الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر سعد، وتم إنشاء 8 أسواق بالقرى بإجمالي 223 باكية، وده لتوفير مكان آمن ومجهز للبائعين ومنع أي صور للعشوائية بالقرى. في المنيا تم انطلاق فعاليات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة بالمحافظة بهدف جذب النشء لمراكز الشباب وتفعيل دورها في زيادة الوعي بأهمية الرياضة في كافة الجوانب البدنية والصحية. بيعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم واحد من أهم المشروعات القومية اللي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة. في شمال سيناء نفذت وزارة الثقافة برنامج ليالي صيف بلدنا على شاطئ المساعيد بالعريش، وده ضمن فعاليات مبادرة ثقافتنا في أجازتنا اللي بتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبيشرف على تنظيم الفعاليات فرع ثقافة شمال سيناء، وبتستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى 31 أغسطس على أرض المحافظة. في الأقصر انطلقت من أرض مطار البالون الطائر غرب المحافظة 28 رحلة بالون أقلت على متنها أكثر من 670 سائح من حول العالم وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين السائحين. في الشرقية بيتم تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك بالمحافظة، واللي وفر 55,319 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3,089,523,000 جنيه من خلال تنفيذ 18,876 مشروع. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة إن فريق عمل المبادرة الرئاسية التشخيص عن بعد قام بمناظرة 2,313 حالة خلال يوليو الماضي، وقام فريق المناظرة بمناظرة نحو 269 حالة بطنة و389 بتخصص الجلدية و164 حالة بالقلب والأوعية الدموية، فضلاً عن 81 حالة حرجة ونحو 199 حالة أطفال، إلى جانب 164 حالة قلب وأوعية دموية و100 حالة نساء وتوليد. في مطروح أعلنت مديرية التربية والتعليم عن انطلاق فعاليات مبادرة اتعلم اتحصن للأخصائيين الاجتماعيين بالتعليم والأزهر والرائدات الصحيات بالقاعات المخصصة للتدريب في ديوان عام المديرية، واللي بتشمل دورات تدريبية مكثفة وورش عمل تستهدف التوعية بخطورة ظاهرة التسرب التعليمي والسبل المتاحة لمواجهتها.